منذ 7 أكتوبر والعدو الإسرائيلي يمارس كل أنواع الجرائم الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة. حصار كامل، قطع للمياه والكهرباء، لا طعام يدخل القطاع، حصار كامل وضرب كامل للبنى التحتية، المدارس، الملاجئ، حتى المستشفيات لم تسلم من هذه الجرائم التي تصنف جرائم حرب. لكن العلم الفلسطيني ما زال باق يرفرف شامخا على أرضه. دائما البداية من مصر والحل من مصر، الموقف الثابت والقوي والمحب لكل أشقائه لمصر. عشان كده أنظار العالم كله بتتوجه إلى مصر للاستماع لصوت الحق والعدل والسلام في القمة المصرية الدولية للسلام. منذ قليل أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بانعقاد قمة مصرية دولية للسلام، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة دولية واسعة، ستكون يوم السبت المقبل لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. تشارك في هذه القمة دول كقطر، تركيا، اليونان، أيضا يشارك سكرتير عام الأمم المتحدة، وتشارك دولة فلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص. يعني هؤلاء الدول هم من أعلنوا المشاركة الفعلية يوم السبت القادم في القمة المصرية الدولية للسلام.